وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. كيف يا أبا عبيدة تضع يديك في يدي إيران؟ كيف تنتظر نصرة حزب الله؟ كيف تنتظر نصرة الحوثيين؟ ينصرون من؟ ينصرون وطنا ويضيعون دينا يا أبا عبيدة. إن نتنياهو كتابي توكل ذبيحته وتنكح نساؤه، وإن هؤلاء لا توكل ذبائحه ولا تنكح نساؤه. تعلم يا أبا عبيدة، تعلم يا أبا عبيدة، ليست المسألة عواطف، ليست المسألة رشقة صاروخية، وإنما المسألة سنن نبوية وقواعد سلفية. يا أبا عبيدة، الطريق إلى القدس مسدود إلا من طريق واحد، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأنت يا ابن سلمان، يا حامي الحرمين، عندك ملايين من الخلق، تستطيع أن تجيش الملايين، فهل تنتقم لتعرية المسلمات وأنت من أهل السنة والجماعة، ولا يتاجر عملاؤك إلا في هذه البضاعة، بضاعة السنة والجماعة؟ ليس لكم من عمل، نسيتم الإسلام والمسلمين، هذا من أهل السنة والجماعة وهذا ليس من أهل السنة والجماعة. هل فيك نخوة أن تنتقم لأعراض المسلمين وأنت قائد ملة التوحيد، يهتدي الناس إليك من كل فج بعيد؟ لا، إن ابن سلمان منشغل في مغنية أسترالية جاء بها فطلبت من الله السجود بين يديها. هؤلاء كلهم ينتمون إلى نتنياهو، كلهم من أب وأم واحدة، ليس لهم علاقة بالإسلام ولا بالدين، وكل كلام غير هذا يقال فهو كلام جوعى من مشايخ يسمون علماء وهم عملاء، يدافعون عن حصون واهية وعن قلوب لاهية وعن عقول ساهية، يدافعون عنها باطلا وزورا، ويزعمون أنهم على شيء وأنهم أهل التوحيد.